السلام عليكم خوتي المغاربه، كي دايرين؟ بخير، صحتكم لاباس؟ تحيه ليكم، توحشكم بزاف والله العلي العظيم، الا توحشكم بزاف وديما راكم في القلب، وشكرا لكم وتحيه ليكم وتحيه لجميع المغاربه وجميع العرب بصفه عامه. وشعارنا واحد، الله الوطن الملك ويحيى القدس. هذا ما كان. المهم اخوتي، غنبداو معكم واحد القصه، القصه ديالنا، القصه ديالنا بارك علينا، لو جاب الله شي قصه غنعاودوها. المهم علينا شي خوتي، واحد النهار كنت في واحد الحبس مكناس، جات واحد الوريكه، كانت عندي عامين ديال الحبس في 2005. كانت عندي عامين ديال الحبس، باقي لي شي 6 شهور ديال الحبس، حق الله باقي لي شي 6 شهور ديال الحبس، يجي واحد الوريكه يستافدوا فيها اصحاب الجنائيات. المهم خرج من تولال، خرج في هذيك الوريكه ديال 2005، كملت الموتيف ديالي، خرج بحالي، وصلت للبلاد سلاسل، مشى لعائلتي حبابي بحال العاده، باقي العقل صغير، باقي الطايشه. المهم جيت للحومه، ريحت معاهم النهار الاول، النهار الثاني، النهار الثاني عاوتاني مشيت تقرقبت، عرفت هدوا حذر يا خوتي، صحاب الجهد وصحاب اللي كيمشي عقلو مع البلبيه راه هي اللي كتخرج على بنادم. مشيت عرقتها حمراء، كانت الحمراء عرقتها شراب شي 3 ايام، الحمراء كانت موجوده، وانا في جيبي ما عرفتش جوج سماطين ديال ريفوتريم الحمراء، كنديرها شي 1000 ريال السمطه موجوده، وداك الشيء ما كنشريش. هذيك الساعه الدراري كيتعاملوا بنادم عاد خارج، كان شويه تخصم ويا بكري، وكانش بحال دابا بنادم. المهم الناس راه كتعرف هذا الشيء. المهم داك الشيء في جيبي، شال في السكران مريح ومشي. واحد الساعه صافي بقى الله خارج، ما كانش بزاف الدواء، مع مصيفط على واحد القرعه كانت ديال الماحيه، هذيك الماحيه صغير، ورا مصيفط عليه واحد المويحيه، وشربت ديك الماحيه ونزنزن شحال اللي ما تقرقبتش بزاف، واخا كان القرقوبي في مكناس موجود، وداك الشيء كان في مكناس ديك البليه، ولكن انا خرجت كثرت واحد الدوزه، وصلت لواحد الدوزه الله يستر ما تبغيهاش العدوك. هابط مع الحمام ديالي مع الزنقم ديالي، هذيك الساعة كانوا يلاه خرجوا واحد الناس كيقولوا لهم كرواتيا، أن ديجا الأمن واحد المهم واحد الناس بوليس كيقولوا لهم كرواتيا، اختصاصيين عندهم المواطن، عندهم الطوموبيل الطويلة ديالها كيكونوا فيها 10 12 6 8، المهم عصابة ديال البوليس كيكونوا تما كاين بزراوطهم بمينوطات ديالهم بكلشي ديالهم، عصابة خطيرة ما يقد عليها أحد، الحرب يتحاربوا معاك. هابط من الحومه، دابا انا من وصلت للحومه ديالنا بانت لي راه هي واقفه هذيك كرواتشي، وانا يعني الناس كيقولوا لي كرواتشي كرواتشي، انا مالي باقي في جيبي هذيك اللعيبه الحمراء. بغيت نهبط مع واحد الشارع، هذاك الشارع كاين واحد الديبو تما كاين وكذا، شنو فكرت؟ وانا هو والله ما كومشيش عند الحيوان غتسلك به خير، هذاك الديبو كانوا فيه الكلاب بزايد، انا بالليل قلت ناري غندخل من هنا من الديبو مع نجي ندور لدارنا تغدي يصحيوني هاد الكلاب هادو، أنا نمشي ندوز على كرواتشي، ندوز بعد من الشانطي من التحت. المهم هبطت من شي تما كنجيب ديبو، تما غادي على الشانطي التحت، كاين واحد القوت كيقول له حمام رمضان في الحومة هادشي، هما الفوق كاينين الفوق، جات واحد القوت كيقول له في الصاكة، هما ضربو عليا، كانت تمايل باينة باينة، كانت تمايل باينة، فهمتي باين بنادم راه باين، هما راه كيعرفو واش كيديرو. المهم تنملو تنملت، هو يقول لي واحد داك الشيفور قال لي اش قلت له انا، قال لي انا نديرها وانا ندور وانا نعطيها 1000 دد هبطوا تبعوني تا هما يا كاملين، ما عرفتش 12 وما عاقلش اخوتي لا علم الله شحال دد وصلت دد الدار للدار، جبت هذاك كنجري وجبت هذوك السميطات ديال الحمراء، درت للدار، عندي واحد التويليفون صغير في جيبي وكذا، وصلت يلا خرجت في الدار بحال هكا بوك بوك بوك، الا الوالده مسكينه وتفتح بحال هكا مع بانوا لي خارجين، ما خشيتش هذوك السماطي وهذوك الدواء بالغشا ديالهم بكلشي ديالهم، وهذوك الحشيش طريفات اللي عندي فمي ما حليش، مع بغيت نخرج مع شدوني شي ثلاثه من هنا، جر امي كتجر وهي دورناها انا وياهم بوك داو 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 داو، ما يعطوني باب الدار صافي، بقاو يتقاتلوا معايا، جبدوا لي هذوك اللعيبات من فمي تليفون كدا، امي من روينه كدا، بقاو سوا انت هربوا بيا، طلعوا لي الصافي طلعوا لي الصافي، قلت لهم خوتي انا راه ينبلي، انا راه عاد خارج من الحبس، انا عندي شي يومين ثلاث ايام، انا مزاوق فيكم تعاملوا معايا. قالوا لي تحك تفك، قلت لهم عاد خارج ولدي ادري واش، ما عندي ما نحك ما نفكش،
انا عم بلشي هذيك الشيء اللي عطى الله. عندي 5000 ريال وقال شدي شويه في جيبي فلوس وما عرفتش وداك التليفون راه الشيء اللي عندي بغيتو ديروا معايا زوين دو طلقوني بحالك. قال لي زيد ما يكون على الخير داوني فوف طلعوني. طلعنا لشارع واد الرمان كانت بيرمانونس النافيه من ديك الليله. طلعوا تلفوا فتشوها ما يدوروا ويتموا هابطين وما اساس غادي يهبطوني العلم الله واش غيهبطوني ويقدموا معايا داك الشيء الدائره ديالي ولا غادي يتعاملوا ولا العلم الله. هما معايا هبطوني مع كذا مع شاف فيا واحد قال لي ادخل شي نبيل مال كذا 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 هما سمعوا ادخل شي بق بق قالوا واقيلا كيعرفوا عندك وقع لنا شي مشكل قالوا شنو شدينا شنو شدينا. جاب الله طلعوني لهذيك الدائره دوك الناس ودوك الناس عارفيني بالله هذاك الموتيف انا ما كنتشارجرش. المهم قدوا لي واحد الدوسي زويون ما خديت شي 6 شهور الحبس فيه 6 شهور ديال الحبس. مشيت عند الوكيل خديت 6 شهور الحبس في ديك الموتيف. دخلنا دخله ندخلوا مشينا للجيور مشينا للبواجده. قبل ما ندخل للبواجده كندخلوا للقريف القريف فين كنديروا البصامات عاد من البصامات كنتقلبوا يعني دخلنا ديالنا البصامات كذا. هذه واحد الدري ولد بلادي تحيه ليه من هذا المنبر لا داعي للاسماء عليه عنده واحد التليفون هذاك التليفون قلت له راني ندوزو لك. قال لي العا خلي خلي قلت له راني ندوزو لك هذاك التليفون عرفنا سيدي شديته عندي ضربتو تحتي دخلت بلاصه لافاي تفاينا داز التليفون ريحت واحد الكرسي كنلبس حوايجي وشو سبحان الله هذاك التليفون اخوتي تخيلوها بوحدو صونا تحتي حق الله العلي العظيم ماشي صونا بوحدو دار هذيك تي 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 هذوك التليفونات القدام وننظر ندير واحد الخي قلت له بعد من حدايا خويا التليفون هو يجي عندي الموظف لا داعي الاسماء تا هو ويقول لي نوض انت اجي هنا دخلني جبت التليفون قال لي انت ماشي راجل اسمح لي وكذا وكذا كذا كذا قال لي الكارطه فين هي قلت له ما كاين الكارطه لا والو. المهم صافي قيدوا لي سميتي طن طن دخلوني للحديقه ما خلونيش فيك شي دخلوني للحديقه هذيك الساعه واحد الساعتين تم خارج واحد الموظف مال هذا طن طن شدينا عنده التليفون صافي ديو للبواج ديبات حتى الصباح وجيبوه لي عندي. داكشي اللي كاين داوني مشيت للبواجده دخلت البواجده جا عندي الموظف الصباح بكري فيقوني فلان فلان فقش قالوا لي راني لا كارت غنتعاملوا معاك وكذا وهادي. انا سمعت هذيك الهضره واخا كوك لا كارت انا مدالو ما عطاتهم لا كارت ديال التليفون صافي ما عيطوا لي للكريف ما عيطوا لي حتى شي لعبه سدات ما هذا بقاش في البواجده هو هذا قلت واقيلا راه دوزها الله هي هذيك. نهار فين اكتشفت فيك تينا طلعنا صيفطوني لحي جيم طلعت حي جيم طلعت دوزيام بيب دخلت للدوزيام بيبي النهار الاول النهار الثاني كنسمع سميتي فلان بالفلان كاشو جمع حوايجك وانا نفهم القضيه مدروسه عندك 7 ايام ديال الكاشو جمع حوايجك ماشي مشكل جمعنا حوايجنا هبطنا الكاشو ديال حي الف ضربنا ديك 7 ايام تما كاين معاهم. المهم السيناف حيت كان انت كاشو كان فيه السيناف كسينا السيناف ما وصلنا السيناف. المهم ما عليناش بقينا في الكاشو تما كان ضربنا ديك 7 ايام داروا معايا زوين قالوا لي سير قلت فلان فلان قلت لهم نساو قال ما عاد جي جديد اصلا عاد جي جديد انا داك الشيء راه ما لقاوش عندي في الغرفه راه لقاو عندي ليه في الكريف وتعمر لي المحضر عاد مشيت عاد شفيك شفت الشومبر صافي ردني هذاك الموظف بوبو شعيب البحر الله يرحم الوالدين سميتو كاع بوبو شعيب راه الناس كتعرف بوبو شعيب الرجوله. المهم ما عليناش ردني للبلاصه ديالي دخلت البلاصه ديالي دخلت ريحت تاني لقيت تما كاين تاني الدراويش خصمان رجال دخلنا عليهم الشوم بغيت تما كاين مع الصغر بيبي وهادي طن 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 يومين ثلاث ايام اربع ايام تطلقت كنهبط على الدراري التحتانيين الدراري كنتعامل معاهم كنا طلعت واحد النهار وقع لي عاوتاني واحد المناقشه مع واحد الدراري ولاد كانوا معايا في الدوزيام بيبي مني منك مني منك طلعنا كنطيفو بوك 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 شيرت على بنادم قص بنادم جرحتو هنايا خاومية بزاف كدا هبطوني صافي هبطوني لتحت ويشوني لتحت عاود طلعوني. يعني انا خارج من هزوز ترونسفير من البيبي ومن البيبي داون الحبس ديال المكناس ومن الحبس ديال المكناس خرجت ما بغيتش في والو وباقي داخل في هذاك الجهد اخوشي راه جهد خايب شي حاجه خاويه جهد يكون في شي حاجه عامره. المهم ما عليناش
ما بوم بيت والو رجعت با رجعت مع صافي صافي دخل منتحر يعني صافي العقليه بحال تبدات تقلب كنت في الصغر وكتكبر في الحباسات ومع هاد الكشوات ومينوطات وكذا الحياه كتبدا تخسر اخوتي احاديري وحاديري الشباب ولعزيز عليه الشباب ديما النصيحه ديما شي حاجه زوينه المهم ما عليناش وكلام الوالدين ناقش ما خيق الصواب طول الحديقه يا طول الحديقه هضر في ديك البركه طلعوني كذا قال لي داك الاستاذ داك الموظف مسكين واش عايب سير حوايجك وبطل واحد الكروه واحد الكروه كيقولوا له 11 انا بطل الكروه النهار الاول النهار الثاني عيطوا لي كرات من كرات كاشو مشيت كاشو ما داك خيي عمرو المحضور ديالو عاود شي ضربت واحد 7 ايام حيدوا لي يومين ضربت 5 ايام حيت ما كاين والو رجعت هذاك الشومري اش هذاك الشومري 11 داك الشومري 11 مالو المكارم وهي هي الوجوه وهي الخصمه هما كل مع المكارم وهي الخصمه راه غانم كان معايا الدري واحد الدري غانم شحال ديالي من برا كان معايا تما في داك الشومر وما بقاش معاهم تما كاين طن 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 من هنا هادي من دن 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 واحد النهار خرج تفرق الصوبه خبع في الصوبه يلا جيت طن 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 قلت له واش عايب وانا المشاكل وكذا والصداع وهادي 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 قال لي انت سير شد ديك الصوبه بقات هبط الكوزينه شو شي واحد تشد معاك البتيه بقات هبط مكان الكروسه لا والو ديك الساعه شد شي واحد قابط معاك الصوبه 2005 هادشي قطلع الصوبه لحي الكارتي فرق الصوبه دبر على راسك دخل لبلاصتك هادشي راه مغياكل لك شي وليدي انا بي حيت هو دار معايا البيبي مسكين اش يمشي ولد حومتي المهم تحيه ليه من هذا المنبر هذا صافي مشيت خرج بقات ولا قضيه زويونه هي هذيك الخروج متكوكا تروكش كذا هذه نسخر كذا 50 غرام ديال هذا جبني برود جيب كذا سبيد كذا ومشوشر انا بير وشوشر علي صافي القضيه ولات بها خير مروكشه كذا هذه طن 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 واحد النهار مي بومبي واحد الدراري كانوا في الخمسه ديال الحي جيم ولا الرباط حاشاكم نهضوا وداروا توضى شي واحد وزت التوضيه ديالو ويضربها في القريه باش الموظف الصباح معايا جاي يخشي يدو في الساروت غيحل القريه غيلقى فيها داك الشيء يدار كلشي ما يبقى شي واحد في الشومبر جا الموظف بغا يخشي السيروت هو لقاك حاشاكم كيكا صافي حل زر السيروت مشى جاب مولي الوقت حلو القريه خرجوا كلشي شتوه قعدك الشومبر خاوي قعدك الشومبر خاوي ارنا سيدي كان كيدور داك بوبو شعيب النيش كيدور على دوك الناس الكبار ودوك التراواش وكذا ودوك اللي كيضربوا في الهكار وكذا ما بغاش يجمع هو الوجود في هذاك الشومبر داك الشومبر في هذيك الوقيته تبزنيس كان خدام في الحبس عمر 7 سنين والبادري عرفتي واحد العالم كان تما كاين وتخريب وعرفتي هي هما يا طايره الشومبر يتشرى بالملايين المهم عليناش ما بقاش هو هو دار على داك الدراوش وجماعه وانا نمشي عند دوك الطب وباش عايب وانا كنفيق الصباح بكري وكذا وهادي فرق الصوبه وكذا وهادي وديك الشومبر راك عارف في الروينه وهادي وهادي انا مزاوك فيك الا ما صيفطني مع دوك الناس والله ماش خايف من شي حاجه قال لي السيد وانا نمشي مشيت هزيت رولويا كذا كذا حطيتو قد يشوف بلايصه ديالي دخلت البلايصه الزويونه بحال الدراري كيعرفوا البلاصه الزويونه كيقصدوها دخلت قد البلايصه ديالي بخير حق الله العلي العظيم اخوتي عرفتي داك النهار بقيت كنعقل حق الله العلي العظيم شنو طيبت لهم الشومبر يبقاو الدراوش وطيبت لهم مساكن واحد قزانه مع الشومبر دخلنا عليه كحل اصلا هذوك اللي جايب الناس بواجده والدراوش معاه كاين اللي ما عنده حتى زهر انا بوحدي اللي ضارب واحد اللي زار بلاصتي في القنيه ليه وقديت كويشات كدا هادي ديالي البليصه وصويك التواشه ديالي ومكوكط كدا واش فهمتي الدوزان ديالي ولا طيب ليهم عاود حطيتهم حكوا واحد خايز الزو كدا ماجي ماكس ركشه معاهم الشومبري وكدا مابقاش معاهم بخير كدا هادي جاب بوبو شعيب كدا بوبو شعيب وشاني كدا طن 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 نحسب لابيل قال لي شحال عندك هنا فهم الفهم زعما راه انت اللي محمل المسؤوليه هنايا قلت له واش كاين عندي عندك جيت عنده حسبت معاه لابيل مشى بحالو صافي مابقاش مكلف بالشومبر المهم ما عليناش هذاك الشومبري كيفاش غادي يولي كانوا فيه عيد الدراوش المهم تحيه لكم اخوتي المغاربه وشكرا عقلوا انا مشيت هذاك الشومبري بالخمسه الجديد في حي جيم عقلوا انا غنكمل معكم وشكرا لكم وتحيه لكم والله العلي العظيم مشيت هذاك الشومبري كما قلت لكم كان فيه الدراوش كدا وهادي وما يجيو واحد الناس عاوتاني زويونين
جابوا واحد الراجل هذوك ولاد الشيحه ولاد القريه تحيه لهم من هذا المنبر، وجابوا لك مصطفى عزي ولاد القريه حتى هو راه كيعرفوه من الناس مزيان هاد الناس، وجابوا بوج مع الطمان قلت هو تحيه ليه، وجابوا المعاشي والمعاشي، وانا عاد نعاود لكم المعاشي راه يهبط ويولي عشيري، وشكون المعاشي ماشي تاع عليه علي عاد جا عندنا المعاشي عبد كبير خوه الله يرحمه وليه برحمه الله ميلانو هذاك العشيري ديال بصح. المهم القصه راه غنعاودها لكم وعقلوا في كلامنا فين بقينا، وغدا ان شاء الله غنكملها معكم، وشكرا لكم، وتحيه للناس اللي كتامونا معايا جداد، وتحيه للناس اللي كتبغيني، والله يرحم الوالدين والله يخلينا في صباغتنا، والله ما لقاني معاكم هكا اخوتي ولا وليت مقلق مع البشر، الله ما لقاني معاكم، الله يدير الشاول الخير، الله يبعد علينا ولاد الحرام يا ربي يا ربي، تهلاو اخوتي الله يسهل عليكم.